أنا اسمي عبد الرحمن السروجي، مصري الجنسية. علاقتي باليابان واللغة اليابانية بدأت طبعا لما كنت طالب في المرحلة الثانية من الصف الجامعي. كنت بخطط إن أنا أكون مرشد ياباني في مصر، فبدأت أدرس اللغة اليابانية في مؤسسة اليابان في القاهرة، وأيضا بالإضافة كنت أدرس مع بعض الأساتذة مثل الدكتور أحمد فتحي. وطبعا اتعلمت كتير عن اللغة وعن اليابان، وكان عندي حلم في يوم من الأيام إن أنا أروح اليابان حتى لو زيارة. بعد التخرج من الكلية عملت في مجال الإرشاد السياحي حتى عام 2011، ولكن في عام 2011 حصل ثورة الربيع العربي، وطبعا اليابانيين السياح قلوا يجوا مصر في اللي هو في الوقت ده، فبالتالي اتجهت إلى العمل في مجال الترجمة، والتحقت بإحدى الشركات اليابانية في القاهرة كمترجم ياباني. لما دخلت الشركة اليابانية جات لي فرصة إن أنا أروح اليابان كزيارة، ودي كانت أول مرة أروح فيها اليابان. طبعا انبهرت وكنت مبسوط، أول مرة أشوف اليابان، انبهرت بنظافة الشوارع، أخلاق اليابانيين، كل شيء مرتب وكل شيء منظم. ده أثر في الواحد كتير إن يصمم يبقى عنده هدف وعزيمة إن يقدر يجي في يوم من الأيام ويعيش في اليابان. بعد انتهاء الزيارة القصيرة طبعا رجعت مصر، وكل شغل الشاغل إزاي أرجع تاني أعيش في اليابان سواء كطالب أو سواء كعمل.